بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد حياكم الله اخوان الكرام واخوات الكريمات في حلقه جديده من برنامج صحيح الامام مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. نتناول في هذا البرنامج كالعاده شرح هذه الاحاديث التي رواها واخرجها الامام مسلم. عليه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع، الرائع، الجامع الصحيح الذي هو اصح كتاب بعد البخاري واللذين هما اصح كتابين بعد كتاب الله تعالى كما قال اهل العلم. نتناول في هذا البرنامج شرح هذه الاحاديث التي رواها الامام مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من خلال تبيان وتوضيح المعاني التي جاءت في هذه الاحاديث كذلك نشرح هذه الاحاديث ونبين اهم مقاصد سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخواني الكرام أخواتي الكريمات ثواني معدوده نستمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، قال: ليس كذلك. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وخواتي الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب صحيح الامام مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد وصلنا في شرح كتاب الجنائز، وهذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، بوّبه الامام النووي عليه رحمه الله تبارك وتعالى بقوله باب من احب لقاء الله احبّ الله لقاءه. عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه تقول عائشه فقلت يا رسول الله اكراهيه الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره, كره لقاء الله وكره الله لقاءه أخواني الكرام أخواتي الكريمات لا شك أن هذه الدنيا دار فناء واما الاخره فهي دار البقاء دار القرار وكلنا في هذه الدنيا كعابر سبيل وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله لقاء الله كره الله لقاءه اذا محبه اللقاء هي ايثار العبد الاخره على الدنيا علينا ان نؤثر الاخره على 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 الدنيا والاخره خير وابقى الاخره هي خير من هذه الدنيا التي خدع بها كثير من الناس بشهواتها وملذاتها لذلك أبعدتهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الأعمال الصالحة يعني التهى الإنسان في مشاغل هذه الدنيا من لعب ومن له ومن شهوات وملذات وغيرها وعدم حب طول القيام في الدنيا ايضا واستعداد للارتحال عنها يعني هذا هو المراد انك تؤثر الاخره على الدنيا والمراد باللقاء هو المصير الى الدار الاخره وطلب ما عند الله عز وجل وليس الغرض به الموت لان آه يعني الذي يكره هذه يكره يعني هذه الدنيا ويبغضها لا شك انه يحب لقاء لقاء الله عز وجل وكذلك من اثرها وركن اليها هذا هو الذي كره لقاء الله عز وجل وهنا استشكلت يعني ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كراهيه الموت فمن احب لقاء الله لان الموت لا يحبه احد يعني بطبيعه الخلق وما جبلوا عليه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشه رضي الله عنها ان المقصود ليس ذلك بل المقصود هو ان المؤمن اذا جاءه الموت فانه يرى البشرى من الله عز وجل وذلك لما ينتظره من حسن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى فلا يكون شيء احب اليه من ذلك لذلك احب لقاء الله واحب الله لقاءه واما الكافر فهو على العكس من ذلك الكافر فانه اذا جاءه الموت يرى ما وعده ربه من العذاب والنكال والنار فيرى كل ذلك حقا امام عينيه والعياذ بالله فلا يكون شيء اكره لهذا الانسان الكافر من هذا الامر لذلك هو كره لقاء الله وهنا كره الله لقاءه وهنا يقول الشيخ ابن باز عليه رحمه الله تبارك وتعالى يقول هذا الحديث معناه ان المؤمن اذا حضره الاجل بشر بالرحمه من الملائكه وتبشره الملائكه بالرحمه والرضا من الله عز وجل فيحب لقاء الله او فيحب الله ويحب الله يحب الله لقاءه والكافر اذا حضره الاجل بشر بغضب الله وعقابه فيكره عقابه ويكره لقاء الله عز وجل وكذلك يكره الله لقاءه وليس المقصود الموت الموت يعني من طبيعه الناس الا من شاء الله يكرهون الموت لكن يقول الشيخ بن باز عليه رحمه الله تبارك وتعالى يقول لكن المقصود انه متى حضره اجله بشرته الملائكه بالرحمه وبالرضا فيحب لقاء الله عز وجل ويحب الله عز وجل لقاءه واما الكافر فهو بضد ذلك يقول نسال الله العافيه يبشر بالعذاب والنقمه فيكره لقاء الله ويكره لقاء الله فهكذا هو حال المسلم عند الموت يبشر بالرحمه وبالرضا فانه مشى على درب الاسلام وعلى درب التوحيد وعلى درب الايمان وحافظ على الطاعات وعلى الصلوات لذلك يبشره الله عز وجل بالرحمه وبالرضا واما الكافر فانه يرى امام عينيه النار والعذاب والعياذ بالله فيبشر بالعذاب وبالنار والعياذ بالله نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لطاعته ومرضاته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين